السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم نعطيكم طريقة تحضير جينواز ديال الشوكولات اللي فيها 4 البيضات، 125 غرام ديال السنيدة، واحد الساشي ديال الفاني، جوج ساشي ديال بودرة ديال الكاكاو الشوكولات، أولا الشوكولات المر الآخر ديال العبار اللي عندكم، 110 غرام ديال الدقيق يكون مغربل. اولا كناخذ البيض نضيفو ليه السنيده، نضربو البيض باش ينجح ليكم، خصنا نطلعو البيض والسنيده حتى يتكاتف ويولي مضاعف الحجم ديالو 3 مرات، خص تكون الحراره سخونه باش يطلع. غادي نديرو في هاد البان ماري باش يطلع، ندير عليه الفاني، نضربو بباتور مزيان هنا بيدينا، ولكن كيبغي يجيد شوية. كما كتشوفو كاسرولنا فيها الما دافي، كنحطو هاد الإناء وكنضربو هاكا، نخلطو مزيان باش يدوب لينا السكر، ميبقاش لينا حبيبات، هو الهدف من الحرارة. أنا غندير باتور، العافية طفيتها خليت غير البخار، الخليط ديالنا ها هو البيض طلعناه، غنديرو هنايا لأن هاد المول صغير باش نخلطو مع الدقيق. دقيق غنلوحو الدقيق يكون مغربل مع الكاكاو الشوكولاط، تخلطو في تيجان واحد. خلطنا غنديروه في اتجاه واحد، ما نخلطوش خرج الهواء اللي فيه، وغنلوحو في المول. انا غنديرو في هذا المول هذا دائري او لا كيف كتجي لهذا الشكل، الجينواز ديالتنا هي مني طابت، منين تتقرب طيب كنشوفها واش طايبه، كنخشيو فيها واحد العويد، الا طابت راه كتكون ناشفه، كتخرج لنا ناشفه، ها هي رطبه. نتمنى تعجبكم، على السلامه.